وحنروح لمساحتنا القانونية، حنحكي فيها عن موضوع كتير مهم وهو أمن المعلومات. صحيح رشا، رح نحكي عن بفقرتنا القانونية عن شركات أمن المعلومات وتطلعات التطوير والتحديث التقني والقانوني. معنا المحامي وباحث في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية وتقانة الاتصال أستاذ فادي رحال، اللي رح نتعرف منه أكثر عن هذا الموضوع. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد أوقاتكم والله يعطيكم العافية. يعني نحن شركات أمن المعلومات هو مثل ما حكينا تحت الهواء، هو من المواضيع الجديدة اللي داخلة على بلدنا مع التطور والتكنولوجيا اللي احنا عم نعيشها. التطور التكنولوجي لابد من متابعة من خلال الناحية التقنية بالإضافة للناحية القانونية. أهلا وسهلا أستاذ، نورت صباحنا. اليوم موضوع كتير مهم، وخاصة احنا بلشنا نشوف ولادة شركات خاصة لأمن المعلومات في سوريا. يعني خلينا نعرف بداية بهي الشركات. شركات أمن المعلومات هي باختصار هي شركات متخصصة بمجال حماية المعلومة وحماية أنظمة المعلومة الواردة من خلالها. الحماية مو متعلقة بجهات عامة، هي متعلقة بالأفراد والمؤسسات، بالشركات، متعلقة حتى بالمصارف. هلا بنشوف نحن من خلال بعض الأمور ممكن نحكيها، نلاقي حتى المصارف صارت معنية بحماية أمن المعلومات تبعها، بحماية السيستم الخاص فيها، التواصل، البريد الإلكتروني تبعها. فلابد من أنه يكون في عندي مثل ما قلت أنا من البداية هي شركات متخصصة بهذا المجال تحت إشراف اللي هي الهيئة الوطنية خدمات تقانة المعلومات. اليوم نحن عم نقصد كل المعلومات اللي هي بتنتج عن الشبكات، صح؟ تماماً. هلا المعلومة باختصار هي ممكن تكون هي لها علاقة ببيانات، بإحصائيات، بمراسلات، ببرامج، برمجيات، بكادر موجود عندك. فأي معلومة هي حساسة بالنسبة لك كجهة خاصة، فأنت لابد من أنك تكون بعملية حماية لها من خلال جهة متخصصة بحماية المعلومة وأنظمة المعلومة. خلينا نحكي عن الاعتمادية شركة المعلومات ومن هي الجهة المشرفة على آلية عملها. هلا نحن هون في عنا قانون جديد صدر بعام 2023، قانون رقم 7، أعطى إضاءة كتير جميلة وكتير جديدة لبعض المفاهيم وطور بعض المفاهيم، من ضمنها موضوع كل من يعمل بمجال أمن المعلومات، ومن ضمنها هي شركات أمن المعلومات. تم تطوير بعض المفاهيم وبعض المسميات، منها الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، هي المختصة وهي هي المشرف العام على كل من يقوم بتقديم خدمات أمن معلومات. وبالتالي أي جهة بدها تقوم بتقديم خدمات أمن معلومات، نظرا يعني أنت عم تحكي نظرا لخصوصية وأهمية الموضوع اللي بنشتغل فيه، أنت عم تحكي عن بيانات كتير حساسة لبعض الجهات من ضمن المصارف. يعني المصرف بتعرفي أنت في عندك اسم السرية المصرفية، فبالتالي صار في كتير نتيجة التطور التكنولوجي، تطور عمليات الاختراق، فبالتالي انتقلنا لموضوع شركات أمن معلومات حتى تقيم هاي المخاطر لحتى ما نوقع فيها بالمستقبل. فأي شركة بدها تقوم بتقديم خدمات أمن معلومات لابد أنه تكون أخذ اعتمادية من الهيئة الوطنية لخدمات تقنية المعلومات. طيب كونه حضرتك ذكرت الخدمات، خلينا نفصل فيها أكثر. اليوم شو عم تقدم هي الشركات خدمات للعملاء، لأي حدا اليوم حب أنه يكون معكم ضمن العمل؟ هلأ شركات أمن المعلومات عندها العديد من الخدمات ممكن تقدمها، منها تقييم المخاطر. تقييم المخاطر المقصود فيها أنه نحن أثناء قيامنا بعملنا كشركة أو كجهة خاصة ممكن نتعرض لمخاطر أثناء العمل تؤدي إلى تعطيل خدمة من الخدمات الموجودة، سواء على الموقع الإلكتروني، سواء على البريد الإلكتروني، سواء على صعيد دخول المستخدم لحساباتنا. فهي نوع من أنواع تقديم الخدمات. في عندك كمان حالات الاختراق اللي ممكن تصير، نحن بتم تقييمها لمعرفة سبب هذا الاختراق، وحتى مو بس معرفة سبب الاختراق بمعنى الحالة العلاجية للاختراق، ممكن ننتقل للحالة الوقائية للاختراق. لما نحن نعمل تقييم مخاطر وبالتالي نحن بنعرف من خلال دراسة هاي المنظومة انه في عندها ثغرة، مثلا هاي الثغرة لابد من انه نحن نسكرها. فالخبراء التقنيين المسؤولين اللي هن مهندسين على خبرة ودراية بالناحية الفنية بيقيموا المخاطر، انه بيلاقي لك هون في ضعف، مثلا ممكن يكون ضعف بجدار الحماية، ممكن ببرنامج اللي انت بتستخدمه، فبالتالي ممكن تؤدي الى تسلل للموقع الالكتروني او تسلل للمنظومة المعلوماتية الخاصة فيك، وبالتالي تسريب المعلومات اللي عندك. من ضمنها كمان اختبارات الاختراق. اختبار الاختراق هل انا بالعكس انتقلت من المدافع الى المهاجم، فانا بناء على عقد مبرم بيني وبين الجهة او المؤسسة اللي عم بتعامل معها بعمل عقد اللي هو انا اختبار اختراق، بمعنى انا رح احاول اني اخترق المنظومة تبعيتك لشوف إذا قدرنا نتسلل معناته نحن هون في عنا ضعف، وبالتالي هي الحالة الهجومية، بالإضافة لكثير حالات وأمور ممكن تقدمها شركات أمن المعلومات. طب القرار 115 الصادر عن مجلس النقد والتسليف الخاص بالمؤسسات المصرفية، خلينا نوضح أكثر شو هو؟ القرار 115 هو من القرارات اللي كثير جريئة أنا بعتبرها، لأنه أنت عم
تقولي للمصارف سواء انت الموجوده ببلدك الموجود ببلدك انه انت صار لابد انك تتعاقدي مع مدقق خارجي اللي هو شركات امن معلومات. هاي الشركات تخصصها وعملها الاساسي هي انه تقوم بدراسه المنظومه المعلوماتيه للمصارف الموجوده. انت عم تحكي عن مصارف، مصارف يعني قانون سريه مصرفيه، مصارف يعني حسابات ماليه، مصارف معناته في اسرار هائله لابد انه يتم الحفاظ صحيح. عليها. وبالتالي نحن في اتفاقيه طبعا قبل ما تقوم الشركه بالقيام شركه امن المعلومات بالعمل لصالح اي مصرف ضمن اتفاقيه معينه، اوجد القانون او القرار 115 اللي هي اتفاقية تبرم ما بين الطرفين اللي هي السرية وعدم الإفصاح اللي هي بسموه NDA، اللي هي نحن بنوقع معهم اتفاقية الأساس من هاي الاتفاقية عدم الإفصاح أو تسريب أي معلومات تصل للطرف الخارجي اللي هو شركة أمن المعلومات. يعني مثل ما حكينا نحن هلا صرنا عم نحكي عن قطاع مصرفي، الأمور كتير حساسة، في أي تسريب أو خلل بالمعطيات الموجود بأي بنك من البنوك تؤدي إلى مشاكل جدا هاي. لا تنسي أنت في عندك كلمات مرور، في عندك أرقام، في عندك حسابات، فبالتالي الأمور كتير دقيقة. القرار طبعا ألزم كافة المصارف بدءا من عام 2023 بأنه يتم الاتفاق والتنسيق مع شركة أمن معلومات لتدقيق منظومتها المعلوماتية. هي بحق لها من حيث المبدا اعطوها انه كل سنتين تكون شركه امن معلومات عم تقيم لها ادائها وعملها ووضعها من ناحيه الاختراقات ممكن تتعرض لها. في حاله استثنائيه على هذا الشيء انه ممكن كل سنه من ناحيه الاختراق حصرا بيعطيه كل سنه. طيب خلينا نحكي اليوم عن التحول الرقمي، واليوم شو دور شركات امن المعلومات خلال هذا المجال؟ هلا نحن عم نلاحظ بكل دول العالم انتقلنا الى من الامور الورقيه الى الامور اللاورقيه لناحيه اعتماد منظومه الكترونيه وتعامل الكتروني. حتى نحن صرنا هلا من خلال جوالنا بامكاننا ندفع كافه الامور الماليه اللي علينا سواء حسابات او فواتير وحتى تسديد غرامات صار بامكانك انت من ناحيه الامور الالكترونيه انك تساويها. دور شركات امن المعلومات فيه حمايه هاي البنيه بالقطاع الخاص وتامين منظومه متكامله بحيث انه ما يكون فيها تسريب للمعطيات او اي خلل او حتى تعرض للاختراق ما يؤدي الى تعطيل الخدمات الموجوده. خلينا نحكي عن تصميم التطبيق الإلكتروني وتقديم خدمات للعموم. كثير في من الأشخاص بيمارسوا هاي المهنة أو بيشتغلوا فيها، هي هذا الشيء بيعتبر جرم؟ هلأ هذا سؤال كثير مهم حاليا. عم نلاحظ كثير أنه في تطبيقات عم تنزل على السوق فبيجوا الأشخاص بيحملوها وبتعطي خدمات لهم. لازم ننتبه هون، بنحب ننبه استنادا للقانون رقم 7 حكينا عنه لتاريخ عام 2023 صار هون جرم. ما فيك انت تقومي بتطبيق وتدخلي الناس له انتبه لانه المستخدم لما يفوت بده يسجل مثل الواتساب بده يعطي رقم جوال، بده يعطي كلمه مرور، ممكن في لسه معلومات ابعد من هيك ممكن نوصل للرقم الوطني. فبالتالي اي شخص بيقوم بتقديم خدمات للعموم من خلال تطبيق الكتروني عن طريق الشبكه لازم ننبه هون انه لازم يكون اخذ اعتماديه الهيئه الوطنيه خدمات تقنيه المعلومات اللي حكينا عنها بوزاره الاتصالات. اذا ما كنت اخذ هذا مثل ما بيقولوا التصريح او التفويض او الاعتماديه الممنوحه لك فبالتالي انت معرض للعقوبه اللي بتوصل للغرامه حاليا استنادا للقانون الحالي من مليون ل 3 مليون ليره سوري. فقط غرامه اليوم، فقط غرامه دون الحبس بالنسبه للتطبيقات. الغرامه هي القانون الحاكم الحالي ضمن امن المعلومات تماما اللي هو القانون رقم 7 لعام 2023. طيب كثير بنشوف اشخاص على الفيسبوك على الانستا على كل المواقع التواصل الاجتماعي بينزلوا بوست انه اللي فاقد حسابه اللي عم يتعرض للتسلل التهكير نحن قادرين اليوم نرجع الحساب، قادرين نرجع اي شيء ضمن الحساب، ونشوف في تفاعل ناس. يعني اليوم هذا يعني الشخص اللي عم يدخل كرمال انه يعطيه باسورد، يعطيه انه ايميله كرمال يرجع حسابه، يعني اليوم شو طبعا هل هذا التصرف صح؟ يعني هذا كمان من الاسئله كثير هلا الشائعه الحدوث خلينا نسميها، انه في كثير صفحات تشوفي انه مثلا بس كتبي اختراق امن معلومات بتلاقي في كثير صفحات بتقدم هي الخدمات. هون كمان لازم ننبه نحن استنادا للقانون رقم 7 كمان هي اصبحت من الامور بالماده 31 المجرمه. اي تقديم خدمات امن معلومات دون الحصول على اعتماديه الهيئه، طبعا انا برجع باكد على اعتماديه الهيئه. ليش؟ لانه الهيئه هي صمام الامان لاليه عمل كافه المؤسسات وكافه الشركات سواء عم نحكي على القطاع العام ولا القطاع الخاص، لانه الهيئه هي اللي بتحكم اليه عمل القطاع العام لناحيه امن معلوماته. صف عندك انت القطاع الخاص لشركات امن المعلومات او الاشخاص اللي عم يقدموا الخدمات هاي اللي هي الهيئه بتحكم اليه عملهم وبتراقبهم بعملهم لحتى ما يصير اي خلل. فبالتالي كمان هون نحن بنقول انه تصرفكم اذا قمتوا بتقديم خدمات بالنهايه خدمات امن معلومات، لما انا عم بحكي عن اختراق، لما عم بحكي استعاده بيانات، لما عم بحكي عن قصص، فهي كلها تتعلق بامور امن معلومات. فبالتالي اي تقديم لهي الخدمات دون حصول على اعتماديه، طبعا الحصول على الاعتماديه ما له بهذيك الصعوبه، هي عباره عن شروط معينه بتتحقق من قبل الشخص المعني بهذا الموضوع، وبالتالي بيقدر يقدم هي الخدمات باسلوب اكثر احترافيه خلينا نسميه للمواطن.
في حال انه لا ما اخذ هي الاعتماديه وقت سلوكه مجرم، عندك الحبس من سنه 3 سنوات والغرامه من 2 مليون ل 5 مليون. هي في حال نعرف هويته، يعني احيانا بتكون الصفحات يعني ما فيها كثير معلومات. طيب ليه ما بيكون في مراقبه عليها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هلا المواقع التواصل الاجتماعي بالنهايه اذا بدنا نحكي على خطا فادح او اشكال كثير كبير فبالتالي بيتم مراقبته ومتابعته. هون انتقلنا لشيء اخر اللي هو الامر الجنائي. نعم. لو عندك انت فرع مكافحه جرائم معلوماتيه مختص بهذا الموضوع. اذا يعني كرمال ما نوصل اليوم للجنائي، يعني اللي ما بيكون من البدايه، يعني يكون في حدا بشركات الامن المعلومات ومراقب للصفحات الوهميه اللي عم تروح ل يعني تسلل على صفحات، اختراق الصفحات، يعني من البدايه خلي العلاج من البدايه، ليه دائما نحن بنروح للحل النهائي يعني. تمام، هلا شركات امن المعلومات هي مو دورها الوظيفي انه تراقب هدول الاشخاص اللي عم يقوم به الخدمات، بس ممكن هي انه تقدم شكوى للهيئه، الهيئه هي بتقدم بتبعت كتاب ل مثلا بتخاطب الوزاره بهذا الموضوع، بالنهايه بتصل الموضوع لوزاره الداخليه، وزاره الداخليه لفرع مكافحه جرائم معلوماتيه هي اللي بتتابع هذا الموضوع. طبعا هو بيتم من خلال انه احنا كشركات تكلفنا وقدمنا وفق الشروط واخذنا اعتماديه، فبالتالي نحن من حقنا كمان انه انتم تحمونا من ناحيه وجود اشخاص عم يقوموا بتقديم خدمات موازيه لخدماتنا بالسوق. طبعا هن ياخذوا تكاليف اقل لانه ما عندهم دفعات ونفقات ومتابعه من خلال هيئه عم تراقب اليه العمل ومتابعه اليه العمل في التزام وفي وضوح. حكيتي كلمه كثير جوهريه وحساسه، يعني كيف بعطي بياناتي لاشخاص مجهولين؟ يعني اغلب الاشخاص اللي عم يقوموا بهي الخدمات على فكره هن موجودين خارج البلاد بالاتفاق مع اشخاص مهندسين او اشخاص عندهم خبره بالمجال التقني ولو مبتدئه ليقوم بهي الاعمال. طبعا نحن هلا من خلالكم نحن بننبهون الافضل انه انتم تتوجهوا للطريق الصحيح اللي هو الحصول على اعتماديه من الهيئه لتخلوا عملكم اكثر احترافيه حتى بالنسبه لكم. يعني انا لما عم اتعامل مع شركه معتمده من قبل الهيئه الوطنيه هي مو كلمه بسيطه، انت عم تحكي عن جهه معروفه المصدر معروفه الهويه، ما انا مجهوله الهويه والمصدر. كنا عم نسالك انا ورشا عم نحكي عن طريقه انتهاك الواتساب، يعني انا بتجسس على واتس غيري، كثير منتشره هاي القصه حتى لو كان شخص عادي يعني ما عنده هاي المعلومات، بس هي بالنهايه انتهاك خصوصيه. صحيح. شو هي الطرق اللي بتصير عن طريق الرقم او الكود، وشو هو الجرم في حال الشخص عمل هيك؟ حتى الفيسبوك يعني جميع المواقع التواصل الاجتماعي. هلا اذا بدنا نحكي عن حالات اختراق نحن عندنا رؤيتين. الرؤيه الاولى هي اختراق التطبيق ذات نفسه اللي هو سواء واتساب تليجرام فيسبوك اي تطبيق. الرؤيه الثانيه اختراق الجهاز بحد ذاته. هون انت سيطرتي على كل الجهاز. بقى هون بننصح المستخدم دائما انه اي رابط غريب لناحيه الروابط اللي بتصلك بدك تكون حذر كثير جدا. هلا انت بجوز تاخذها ببساطه، ممكن شخص يبعث لك رابط هو انت صديق لك، انتبه لهالنقطه. هلا عندي احدى الدعاوى كمان صارت نفس الحاله، شخص بعث له رابط هو صديقه، هون اللي هو دقر على الرابط وتعاون معه وقال له انه رح تصلك رساله. وما انه منتبه صارت القصص قديمه، يعني صارت قديمه يعني. بس اذا بقول لك هلا دعوه 2023 السبب هي الثقه، فانت دائما لما شخص يتواصل معك تواصل معه امسك رقم الجوال ودق له واحكي معه انت بعثت لي هيك رابط صحيح ولا مو صحيح، لانه طلع معنا الطرف الاخر هو المخترق باختراقه الحاصل ادى الى اختراق الطرف الاخر. هذا سميته هجوم للجهاز كامل او لتطبيق كامل. نكون حذرين كمان من ناحيه اعطاء الجوال ولو لدقائق لاشخاص. صار في تطبيقات جدا سريعه ممكن بالتنصيب اللي هو تثبيت التطبيق على الجوال على جوال الضحيه خلينا نسميه، فبالتالي هون هو ورط حاله بايده. وقت بيتاخذ التطبيق قصدك من جوال لجوال؟ لا ممكن شخص يطلب الموبايل لمكالمه، يطلب الموبايل يشوف مقطع فيديو، بعفويتك انت عم توري جوالك لحدا، التهيتي بشيء ثاني، لازم نكون حذرين اثناء الشحن كمان. اذا عم نشحن مثلا الجوال عند حدا او شخص ننتبه في يو اس بيات هي مخصصه للاختراق. انت بتشوفيها هي بتاخذ شحن بس نفس الوقت عم تنقل بيانات. فلازم نحن كثير نكون حذرين من هذا الموضوع، خاصه لما نربط الجوال بمنظومه تخزين، سواء عم نحكي على معالج على كيس على كمبيوتر. فبالتالي انت بتكون عم تشحن بنفس الوقت هو عم يشحن، بس هو عم يشحن معلومات وانت عم تاخذي الكهرباء. حلوه هي. طب شو عقوبتها هون استاذ؟ هلا هون بنحكي على انتهاك الخصوصيه، انت عندك من شهر لستة اشهر. اذا طبعا هو قام بعمليات النشر يعني سحب ممكن نشر حتى مو بس لو ما نشر من باب تجسس مثلا. هلا هون نحن اعمال التجسس لأن فكره شيء اسمه التسجيل الغير مشروع الرائج كثير. هي بتكوني قاعده مع اشخاص يمسكوا الجوال بيسجلوا لك، ممكن تتصلي مع شخص يسجل لك بنفس الوقت. تمام. ممكن انت تكوني بمكان حدا يصورك، فبالتالي كلها هي اسمها جرم التسجيل الغير مشروع كمان من شهر لستة اشهر، وفي غرامات بالاضافه للتعويض عن الضرر، لانه نحن دائما بنقول غرامه هي الغرامه بتروح للخزينه، اما التعويض بيروح للشخص ذات نفسه اللي انا سميتكم اياه باختصار هو الضحيه لوصول المعنى.
طيب استاذ، ذكرت حضرتك انه في برامج اليوم مع من خلال طريق امان، كان مكالمه او مشاهده فيديو، قادر الطرف الثاني انه يروح لتنصيب هذا البرنامج على جوال الضحيه مثل ما وصفته حضرتك. طيب نحن اليوم ما عندنا برامج اليوم حمايه لهدول الموبايلات او ضد هدول البرامج. كل الجوالات حاليا وسابقا عم تتصمم بطريقه، اذا لاحظتوا اذا الجوال بياخذ صلاحيات ابعد من المستوى المعتاد فبيعطيك اشعار فورا بنبهك انه هذا غير موثوق به. كثير بتشوفوا هاي العباره احيانا على جوالك، فانت لا بتسر بتصري عليه، لا انا بدي هذا التطبيق. هذا التطبيق خصنص هلا نحن صرنا نحكي بالذكاء الاصطناعي، انتبهتوا في كثير تطبيقات هلا رائجه، يعني هي كثير ننتبه لها. عندهم استعداد ياخذوا صورتك الشخصيه، لو بيسمح لنا الوقت كنا جربنا تجربه بسيطه، هلا باخذ لك صوره وباخذ هالصوره اللي اخذتها على مقطع فيديو ضمن التطبيق بنزلها. قادر هذا التطبيق انه يعالج ملامح وشك كامله لياخذها ويرفقها على مقطع الفيديو بطريقه احترافيه بثواني ما بتتخيلي النتائج، بتقولي فعلا انه هي انت بقلب المقطع الفيديو. فانا بتوقع مع الايام القادمه اي شخص بشوف اي حدا بمقطع فيديو، فانا برايي معلش نتروش شوي لانه صار في شيء اسمه تقنيه الذكاء الاصطناعي، قادره على مقطع فيديو تاخذ ملامح وشك وما بتتخيلي النتائج. مقطع الفيديو مستحيل انت كشخص عادي تقدري تميزي انه هذا المقطع هو فيك. طب وين خصوصيه الانسان بهذا؟ هلا صفى هون الشخص انه يكون عنده الجرأة بتقديم الشكوى، ما يكون ضحيه ضعيف. اوكي قبلت على حالك تكون ضحيه لما انت وقعت بفخ، سواء بتقصير منك او بخطا منك، لا لازم انت ما تسكت. المقاطع هي قادره على التحليل مثل ما هن متطورين من ناحيه الاعتداء، كمان احنا عندنا فرع مكافحه جرائم المعلومات قادر على تمييز المقطع الفيك، لانه بيتم دراسه للربط ما بين هو المقطع الفيديو عباره عن شو؟ عباره عن ذرات نقاط. فبالتالي احيانا بيبين المقطع الحقيقي من المقطع الفيك من ناحيه التذبذب الصوره، يعني بتلاقي احيانا الملامح عم تلحق الجسد. فهي الحركه البسيطه هي بدل على انه في طبعا دعاوى رفعت بهذا الموضوع، تم استخدام التقنيه لتشويه سمعه احدى الفتيات بمقطع فيديو سيء، تم بالنهايه تقديم شكوى، تم اجراء الخبره الفنيه على هذا المقطع، تبين انه فعلا هو من التطبيقات اللي تم استخدام فيها تقنيه الذكاء الاصطناعي لتغيير الشخص. يعني لكن قد الوقت اليوم هون الوقت صعب بيخوف. يعني انه لبين ما اخذت الاجراءات القانونيه والتحليل طبعاً. والمحاكم اليوم في اثار نفسيه، في اثار بجوز تعنيف يصير من الاهل على الصبيه، يعني صحيح لبين ما يعرفوا الحقيقه عمله لحين ممكن يفقد وظيفته، ممكن بحياته الخاصه اذا خاطب او متزوج يفقد حياته الخاصه، ممكن مجتمعه ينفر منه ومجتمع ممكن ما يرحمه وما ينسى له التصرف، يقول لك لا انه هو مو فيك هو حقيقي. فكثير هاي انا بنصح انه اي مقطع فيديو بتشوفه حاليا معلش خلينا نعد للعشره، لانه ممكن يكون بنسبه 99% هو فيك. وبرد بالكون مستحيل اذا برجيكم مقطعين هلا مع بعض بتلاقوا هالمقطعين متطابقين بطريقه تماما، بس اختلف ماهيه ملامح الوجه. احيانا يعني هدول القصص كثير عملت مشاكل. طيب استاذ، اليوم حضرتك محامي ومن خلال خبرتك ومن خلال مجال عملك، يعني نحن ما عندنا خلينا نقول قوانين بتنزل مع التحديثات اللي احنا موجودين فيها، يعني بتتطور الظروف القانون بيضل نفسه، لبين ما صار دراسه للقانون الجديد بيكون احنا رحنا لتطوير اخر، ما عندنا ليوني اليوم بين الاحداث وبين اصدار القوانين، يعني هون هي الثغره كيف اليوم مثلا ممكن تتعالج؟ صحيح. هلا الفت كتاب اسمه الجريمه المعلوماتيه بين جمود النص ومرونه الواقع، تطابق تماما مع الاشكال اللي حضرتك حكيتي. نحن بنعاني من تطور متسارع للجريمه المعلوماتيه وتطور تشريعي يطارد هذا التطور، عم يحاول قدر الامكان يصل له. هلا نحن القانون الناظم لمكافحه الجرائم المعلوماتيه هو مرسوم رقم 17 بعام 2012. تخيل نحن بعام 2022 اللي عدلنا هذا القانون، اوجدنا قانون جديد، دخلنا جرائم جديده او افعال تعتبر صارت جرميه، كان عندنا 9 جرائم فقط لا غير من ناحيه الجريمه المعلوماتيه، صاروا 21 حاله، ولسه مع المستقبل اكيد يعني سنه سنتين ممكن بنلاقي انه فعلا في افعال جرم مثل الذكاء الاصطناعي رح يعمل نقله نوعيه وغريبه من ناحيه التشريعات لناحيه الدليل الرقمي، فبالتالي نحن مضطرين اكيد مثل ما حضرتك سؤال يعني كثير مهم وحساس انه نحن دائما نسعى انه خصنص من ناحيه تكنولوجيا المعلومات انه نطاردها بسرعه، ما نستنى يكون ما ننطر. يعني اليوم ما نرتبط بالقانون من الضحايا لنقول انه نحن فعلا صار لازم نطور التشريع.
بدنا نتشكر حضورك اليوم الاستاذ فادي الرحال، شكرا كثير لحضرتك لكل المعلومات هيك، وبنتمنى يعني اليوم عن جد القوانين تكون اكثر ليونه، ونحن دائما نقول انه القانون خلق لحمايه المواطن. يعني شكرا. صح. بتشكركم على اسئلتكم، فعلا كانت اسئله كثير مهمه. شكرا لك. اكيد بدنا نتشكر حضورك معنا ولهي المعلومات اللي قدمت لنا اياها. يعطيك الف عافيه. الله عافية.